بلحظة إجا اتفاق بكين ليرجع يعمل تشبيك بين هذه القوى التي كانت متصارعة ولاسيما إيران والسعودية، ويخرج الإسرائيلي من هذا من الفاعلية في المنطقة. فهون صار الإسرائيلي بخوف أنه يعمل أي عمل بلبنان بسوريا بفلسطين يؤدي إلى إرباك الساحة وإلى فرملة هذه التفاهمات بالمنطقة. ومن هون كانت المناورة عم تقول للإسرائيلي اللعب مع لبنان مش مثل اللعب مع غزة. غزة محاصرة ومساحة محدودة وأرض منبسطة لا، لبنان المقاومة قادرة من خلال المناورة تنقل المعركة لعندك. المناورة شو كانت عم تحاكي؟ عم تحاكي الدخول إلى مستوطنة إسرائيلية. رسالة منا إنه هالمرة إذا بك تعتدي علينا رح نرد بنقل المعركة لعندك، ومش رح يتهجروا أهلنا لوحدهم، ولا شعبنا رح ينقصف لوحده، ولا نحن لوحدنا حيخرب موسم الصيف عنا اللي كلنا مراهنين عليه لموسم الصيف. لا. من صور للعبدي، يعني من الناورة للعبدي. هذه المناورة لمنع الحرب وليس لاستدراج الحرب. حزب الله بالداخل ما بيصرف نفوذ، ما بيصرف قوة. يعني فكرة انه حزب الله يريد صرف قوة في الداخل في كتير من المعطيات بتضحضها. بس حزب الله كمان منه مستعد يلغي حاله ويلغي حلفائه ويلغي حساباته وأولوياته الداخلية بالسياسة اللي بعدها ضمن قواعد اللعبة. يعني داخلك شو راح جاب استاذ جامعة اسمه ما بعرف شو ماروني ما حدا بيعرفه، اخترعه حزب الله وقال لهم هذا مرشح لرئاسة الجمهورية. بعد ترشيح سليمان فرنجي ضمن قواعد اللعبة اللبنانية. نعم. التقليدية. رح غوص بالتفاصيل هيدا الموضوع، لأن كمان كان في إشارة من الوزير جبران باسيل كانت مش كتير حلوة باتجاه سليمان فرنجي، ولكن رح نحكي عنها. بسؤال أخير إقليمي، لماذا إيران لم تبادر بطرح الملف اللبناني وتحديدا أمام وزير الخارجية السعودي اللي شفناه من فرنسا راح على إيران ومن إيران رجع على فرنسا والتقى مع باتريك بيلال ومع تبلغ حزب الله بانه ما عرفت من الحزب، ما عرفت من الاخوان بالحزب، بس بالارجح عندي كمان بعض المصادر بايران انحكى شيء، بس الايرانيين يعني احالوا المتحدث الى حزب الله. وانا برايي في ضروره يحكوا السعوديه وحزب الله مع بعض. يعني لما بيحكوا هالطرفين بالملف اللبناني بنخطي خطوه لقدام بموضوع يعني تعزيز إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية، وأيضا بيساعد هالشي إذا السعودي غير حتى مع بعض القوى المسيحية. نعم. يعني بعض القوى المسيحية قد تذهب باتجاهات ألين بموقفها إذا السعودي غير رأيه. نعم.